بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من سلسلة دروس كتاب كنز الدقائق للإمام أبي البركات عبد الله ابن أحمد النسفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه. طبعا الوطء الموجب للحد هو الزنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: لا حد بشبهة المحل وإن ظن حرمته، كوطء أمة ولده وولدي ولده، يعني كأمة ولدي ولده ومعتدة الكنايات. معنى هذا الكلام أنه لا يجب الحد لأجل أو بسبب شبهة وجدت في المحل، وإن علم أنه حرام، وإن علم بأن الوطأ هذا حرام، إذا لا يجب الحد بسبب أو من أجل شبهة وجدت في المحل، وإن علم الواطئ بأن هذا الوطأ حرام. قال: لأن الشبهة إذا كانت موجودة في الموطوءة يثبت الملك في الموطوءة من وجه، الشبهة إذا كانت موجودة في الموطوءة يثبت الملك أو الملك فيها من وجه، فإذا ثبت الملك في الموطوءة من وجه لم يبقى مع هذا الوطئ اسم الزنا، فإذا ارتفع الاسم اسم الزنا ماذا يرتفع معه؟ يرتفع الحد، يرتفع الحد. قالوا: لأن الدليل المثبت للحل، حل الوطئ موجود، وإن تخلف هذا الدليل وإن تخلف عن إثبات الحل في الوطأ حقيقة بسبب وجود مانع، بسبب وجود مانع. قال: فأورث هذا الدليل المثبت للحل من وجه أثبت شبهة. فلهذا سمي هذا النوع شبهة في المحل، لأن هذه الشبهة كما قالوا نشأت عن دليل موجب للحل في المحل، يعني في الموطوءة. هذا الرجل عندما يطأ أمة ولده أو أمة ولد ولده، قلنا ثبت في أمة الولد الذي هو المحل الآن أو أمة ولد الولد ثبت شبهة الملك بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث ماذا يقتضي؟ يقتضي ثبوت ملك الأب في جارية ابنه، لأن قال: أنت ومالك لأبيك، فهذه اللام لأبي قال العلماء للملك، وكذلك أمة ولد الولد، وكذلك المعتدة، قالوا المعتدة التي طلقها بلفظ من ألفاظ الكناية، هذه اختلف فيها الصحابة. فمنهم من قال طلاق الكناية طلاق رجعي، ومنهم من قال طلاق الكناية طلاق بائن.
فمن الذين قالوا بأن طلاق الكناية طلاق رجعي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ومن الذين قالوا بأن طلاق الكناية طلاق بائن وهو مختار أئمتنا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فكذلك أورث هذا الوطء شبهة في المحل بالنسبة للموطوءة في العدة من طلاق الكناية. والحد ده الحدود دائما الحدود ماذا يعني مع الشبهة ترتفع الحدود مع الشبهة. هذه المسألة التي هي المقال لا حد بشبهة المحل وإن ظن حرمته، ذكر هو وطأ أمة ولده وولد ولده ومعتدة الكنايات، ذكر ثلاث صور. وفي الحقيقة هناك مسائل كثيرة يسقط الحد بسبب شبهة المحل. يعني إنسان مثلا عنده جارية فباعها وقبل أن يسلمها وطئها، هذا الوطء الآن محرم عليه لأنه باعها، ولكن لما كانت هي الآن في يده وهي داخلة في ضمانه وتعود إلى ملكه لو أنها هلكت قبل أن يسلمها أورث هذا نوع ملك وأورث شبهة ترفع الحد مع أن الوطأ حرام، وذكروا لذلك أمثلة عديدة. إذا قال لا حد بشبهة المحل، قلنا هذا الوطأ حرام ولكن لا يوجب الحد. لا حد بشبهة المحل وإن ظن حرمته كوطئ أمة ولده وولد ولده ومعتدة الكنايات. قال وبشبهة الفعل إن ظن حله، يعني كذلك لا حد بشبهة الفعل إن ظن حله كمعتدة الثلاث وأمة أبويه وزوجته وأمة زوجته وسيده وأمة سيده. يعني كذلك هنا يسقط الحد يرتفع الحد يمتنع الحد من أجل الشبهة في الفعل الذي هو الوطأ، الشبهة في الفعل الذي هو الوطأ، ولكن الآن يمتنع الحد إن ظن الواطئ بأن هذا الوطأ حلال في المسألة الأولى وهي الشبهة في المحل. وإن كان يعتقد بأنه حرام الوطأ حرام لا يجب الحد، أما هنا شرط ارتفاع الحد أو سقوط الحد أن يظن أن الوطأ حلال، لأن الشبهة هنا بالفعل الذي هو الوطأ، الشبهة الآن في الوطأ. فإذا ظن واعتقد أن وطأ معتدته التي طلقها ثلاثا المعتدة البائن بيننا كبرى، أو ظن أن أمة أبيه أو أن أمة أمه تحل له، أو ظن أن أمة زوجته تحل له، أو ظن أن أمة سيده تحل له فوطئها يسقط هذا الحد، لأن الشبهة الآن وجدت في الفعل. وأكد فقال الشيخ متى يسقط الحد؟ إن ظن أن هذا الوطأ يحل له. طبعا قالوا يسمى هذا النوع من الشبهة يسمى شبهة في الفعل وليس في المحل، لأن ملكه هو يعني مثلا ملك الرجل لأمة زوجته، هذا الملك وهذا الحق الوطئي في الواقع غير ثابت، لجميع المذكورين هو وطء الملك غير ثابت. فإذا لم يثبت الملك حرم الوطأ. فلذلك قلنا إذا اعتقد حله سقط الحد، أما إذا اعتقد حرمته الوطء وجب الحد. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا؟ لعله فهمنا الآن الفرق
بين الشبهة في المحل حيث هو يوجد نوع ملك في المحل، يوجد نوع ملك في المحل، نعم، فوطئ وإن كان يعتقد بأنه حرام. فلوجود نوع الملك في الموطؤة ارتفع الحد. أما في الشبهة في الوطأ لا يوجد ملك في المحل أبدا، ولكن هو ظن اعتقد أن الوطأ معتدته من ثلاث يحل له فوطئها، فارتفع الحد. وإن اعتقد أنه حرام يثبت الحد. قال والنسب يثبت في الأولى فقط، يعني يثبت النسب في الوطئ في الشبهة بالمحل. لو أنه وطئ بشبهة المحل، وطأ مثلا وطئ أمة ولده وحصل حمل بسبب هذا الوطئ، ثم بعد ذلك ادعى نسب هذا الحمل، ما الحكم؟ قال يثبت النسب. قال أما بالنسبة للوطئ في شبهة الفعل، لو وطئ أمة، قل عفوا، شبهة المحل وطئ أمة ولده قلنا، أو أمة حفيده، أو الأمة التي باعها وقبل أن يسلمها وطئها. أما الآن لو وطئ أمة زوجته وهي الشبهة في الفعل وطئها، قال لا يثبت النسب وإن ادعى. لماذا؟ قال لأن النسب إنما يعتمد قيام الملك في المحل أو قيام الحق، حق الوطأ في المحل، والآن كلاهما غير موجود بالنسبة للوطأ بشبهة الفعل، كلاهما غير موجود، لذلك لا يثبت النسب وإن ادعى. قال والنسب يثبت في الأولى فقط، التي هي الشبهة في المحل. قال وحد بوطئ أمة أخيه وعمه، يعني وأمة عمه، وإن ظن أن الوطأ هذا حلال. قال وامرأة وجدها على فراشه، وطئ امرأة وجدها على فراشه، يعني سواء ظن كما قلنا هنا في هذه المسائل وحد بوطئ أمة أخيه وأمة عمه، وإن ظن أن وطئها حلال، يعني اعتقد أن وطئها حلال، وكذلك وطئ امرأة وجدها على فراشه، يحد سواء ظن أن وطئها حلال، أن وطئ المذكورات حلال، أو أن وطئها حرام. طيب لماذا بالنسبة لأمة الأخ؟ قال لأن الملاحظ والمعروف أنه لا يوجد انبساط في مال الأخ، وكذا في مال العم، وكذا في سائر المحارم، نعم، إلا الأولاد. لا يوجد أي نوع شبهة في هذا الوطء، لا شبهة في المحل ولا شبهة في الوطء، لذلك وجب عليه الحد وإن قال بأني أعتقد أن وطأها حلال. وكذلك هذه المرأة الموجودة على فراشه، التي وجدها على فراشه، قال لا تشتبه عليه زوجته، لأن هناك طول صحب بينه وبينها، لا بد أن يعرفها من لمس، من كلمة، من صوت، إلى غير ذلك. فهذا الظن الذي ظنه بأن وطأ أمة أخيه أو وطأ أمة عمه أو وطأ المرأة الأجنبية التي كانت المرأة التي وجدها على فراشه، هذا الوطأ لم يكن مستنداً معتمداً قائماً
على دليل. فلذلك يجب الحد وإن قال ظننت أنه يحل لي. قال لا بأجنبية زفت، يعني زفت إليه، وقيل هي زوجتك، هي زوجتك، وهذا يعني يكون في كان في الماضي، أما في هذا الزمان عدم، هذا في هذا الزمان عدم، يعني لا يحد. لو أن امرأة كان زفت إليه امرأة أجنبية وقيل له هذه زوجتك، يعني قال لها النساء، النساء قالت له هذه زوجتك، هذه زوجتك، ثم بعد أن وطئها، بعد أن وطئها ظهر أنها ليست زوجته، فهذا الوطء اعتمد على دليل. ما هو الدليل؟ إخبار النساء بأنها زوجته، والإنسان ما يستطيع أن يميز بين زوجته وغيرها في لأول وهلة، ما يستطيع أن يميز، لذلك هذا الوطء لا يوجب الحد ولكن يوجب المهر، يوجب، لذلك قال وعليه المهر، وعليه المهر، لأنه كما استقر عندنا أحبابنا الوطء في دار الإسلام لا يخلو إما عن حد أو عن مهر، عن مهر، إذن إما أن يحد وإما أن يدفع المهر. طبعا هذا ليس الخيار له، لا، حسب القرائن. فلو أنه إنسان زنى لا يخير بين الحد والمهر، وإنما يقام عليه الحد، فلكن الوطء مطلقا في دار الإسلام لا يخلو إما عن حد أو مهر. والآن الحد سقط الحد، فإذا سقط الحد يتعين المهر، فوجب عليه المهر. والمهر هنا الواجب عليه هو المهر المسمى، أو عفوا المهر المثل، الواجب عليه الآن هنا مهر المثل. إذا لا بأجنبية، يعني لا يحد بأجنبية وطئها وقد زفت إليه وقيل هي زوجتك، قال وعليه المهر، يعني مهر المثل، مهر المثل. قالوا بمحرم نكحها، يعني كذلك لا يجب الوطء بوطء، عفوا لا يجب الحد بوطء امرأة محرم له، كأن عقد على أخته أو على خالته أو على عمته ثم وطئها. قال لا يجب الحد، لا يجب الحد بوطء امرأة محرم إذا كان وطئها بعقد، يعني تزوجها، عقد عليها، النكاح باطل. فلا يجب الحد عند سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال لشبهة العقد، لشبهة العقد. هذا الوطء حرام، هذا الوطء وطء حرام لا شك في ذلك، ولكن الحد سقط بسبب شبهة العقد. قال وبأجنبية في غير القبل، لو أنه إنسان وطئ امرأة محرمة عليه، وطئ امرأة أجنبية في دبورها، لا يحد، لا يقام عليه الحد، كذلك هذا عند سيد أبي حنيفة رحمه الله، لأن هذا لا يسمى زنا. قال وبأجنبية في غير القبل، قال وبرواطة كذلك لا يقام الحد بلواطة، لأن اللواطة ليست زنا عند سيد أبي حنيفة. واختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في موجب اللواطة، فمنهم من قال بأن من لاط بغيره يحرق بالنار، ومنهم من قال بأنه يصعد به إلى أعلى مكان مرتفع ثم يرمى وبعد ذلك يتبع بالرمي بالحجارة. كذلك هذا الفعل ليس في معنى الزنا، ليس في معنى الزنا، لأنه لا ينتج عنه ولد، وبالتالي لا تشتبه الأنساب. فإذا قال الشيخ لا حد يسقط الحد بلواطة. قد يقول قائل هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أن النبي أمر بقتل الفاعل والمفعول به. قال فقهاؤنا هذه الأحاديث
محمولة على واحد من أمرين، على واحد من أمرين. الأمر الأول إنما إما هي محمولة على السياسة أو محمولة على المستحل، من استحل اللواطة هذا الذي يقتل. لذلك قال بعض أئمتنا لو رأى الإمام ووافقه يعني الباقي على هذا القول، يعني وفق عليه، لو رأى الإمام مصلحة في قتل من اعتاد اللواطة قال جاز له قتله، جاز له قتله. وقد نص الشيخ الكمال ابن الهمام في فتح القدير على أن من يفعل هذا الفعل يوضع في السجن، يوضع في السجن حتى يتوب أو يموت، يستمر موجودا في السجن. ثم قال بعد ذلك ولو اعتاد هذا الفعل قال قتله الإمام سواء كان محصنا أو غير محسن أو غير محصن أو غير محصن. ولكن هذا القتل أحبابنا، هذا القتل من باب السياسة وليس من باب الحد، من باب السياسة وليس من باب الحد. نعم، واضح الكلام إن شاء الله تعالى. إذا وببهيمة كذلك، لو وطئ ببهيمة هذا الوطء لا يوجب الحد، لا يوجب الحد، لأنه ليس في معنى الزنا، ليس في معنى الزنا، إلا أنه يعزر. وما يروى من أن البهيمة تذبح وتحرق، ورد في بعض الأحاديث بأن البهيمة التي وطئها إنسان تذبح وتحرق، قال هذا الأمر بذبحها وقطعها وحرقها قال لقطع الحديث بذلك، يعني كلما رآها الناس قالوا هذه الشاة أو هذا الكلب أو هذا الحمار الذي وطئه فلان، لقطع التحدث به. ولكن هذا الحرق وهذا القطع ليس واجبا. نعم، لذلك قالوا إن كانت الدابة مما لا يؤكل لحمها قالوا تذبح وتحرق، أما إذا كانت مما يؤكل لحمها تذبح ولا كراهة في أكل لحمها، ولا كراهة في أكل لحمها. قال وبزنا في دار الحرب أو بغي كذلك، ومعلوم لدينا أن الحدود لا تقام في دار الحرب. قال وبزنا حربي بذمية في حقه، وبزنا حربي بذمية في حقه، يعني لا يجب الحد بزنا رجل حربي مستأمن بذمية في حق الحربي المستأمن. أعيد، وبزنا حربي بذمية في حقه، يعني لو زنى رجل حربي مستأمن بذمية قال لا يجب الحد في حق الحربي المستأمن. نعم، أما الذمية فيقام عليها الحد، لذلك قال في حقه، في عندنا الآن زاني وزانية، فالزاني لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، وهذا عند سيد أبي حنيفة رحمه الله. هذا إذا كان إيش؟ كان حربيا مستأمن أو مستأمن، حرميا أو مستأمن، حربيا ومستأمن، دخل بلادنا بعقد أمان وهو حربي، ثم زنى بذمية في بلادنا، ما الحكم؟ قال لا يقام عليه الحد، وإنما يقام عليها الحد. وكذلك لو زنى بمسلمة تحد المسلمة ولا يقام عليه الحد. قال وبزنا حربي بذمية في حقه فقط، الحد لا يقام في حقه، أما في حق الزانية يقام. قال وبزنا صبي أو مجنون بمكلفة،
بمكلفة، يعني إذا زنى صبي أو مجنون ببالغة أو بعاقلة بالغة، ما الحكم؟ لا يجب الحد، لا يجب الحد. هنا قال بخلاف عكسه، بخلاف عكسه فيما إذا زنى بالغ بصبية أو زنى بالغ بمجنونة، بالغ بمجنونة ما الحكم؟ قال يجب الحد، يجب الحد. قال وبالزنا بمستأجرة، بزنا بمستأجرة يعني كذلك لا يجب الحد لو أنه استأجر امرأة ليزني بها، استأجر امرأة هذا الفعل حرام، هذا يسمى زنا، ولكن يسقط الحد، يسقط الحد. إذا لا يجب الحد لو استأجر امرأة ليزني بها، لا يجب الحد عند سيد أبي حنيفة. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا سمى المهر أجرة بقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فصار تسمية الأجر إذا قال أفعل معك هذه الفاحشة على أن أعطيك هذا المبلغ، فصارت تسمية الأجر تسمية هذا المال أجرا أثبت شبهة، أثبت شبهة. فلذلك لا يجب الحد، لا يجب الحد. إذن نحن ما نفهم أن الحد إذا سقط أن الفعل حلال، الفعل حرام، ولكن الحد لا يجب لأن الحدود تندرء بالشبهات، وهذا المال الذي سماه هو أجرة أورث شبهة أسقطت الحد. سيدي وهل للإمام أن يعزره إن رأى ذلك؟ طبعا إذا اعتاد بالنسبة للتعزير، التعزير الإمام يملكه عندما يعتاد الواحد هذا الفعل، فإذا اعتاد هذا الإنسان وهذا الفعل يعزر ويسجن ويفعل به أفاعيل، ولكن لا يقيم عليه حدا، لأن الاعتياد هذا الفعل يفتح باب مفسدة، كان يعني يصبح مهنة، فلذلك يعزر كي يمنع، ولكن لا يقام عليه الحد. عفوا سيدي سؤال. تفضل. المسألة التي قبلها لو زنى صبي أو مجنون بمكلفة، ألا تحد المكلفة؟ طبعا وقع في هي زانية، يعني صبي الآن، الصبي زنى، الصبي زنى، لأن إذا زنى الصبي لا يقام عليه الحد غير مكلف، والمجنون غير مكلف فلا يجب عليه الحد. أما المكلفة هي زانية فيقام عليها الحد، فيقام عليها الحد. نعم. الله انتظر قليلا. يقام على الحد مولانا، نعم يقام عليها الحد أيضا، والله تعالى أعلم. قال وبإكراه. مولانا عندي سؤال. تفضل. وبزنا بالمستأجرة، هل يدخل كل النكاح الفاسدة كالمتعة أو أي عقد من العقود اللي ممكن تكون مستحدثة مؤقتة أو هذا قبل. كله هذا كله يورث شبهة، يسقط الحد. أي شوف يا أخي، ما مر معنا الآن يعني لو أنه وطئ عقد على محرم من محارمه، لو عقد على خالته فوطئها لا يجب الحد لأن العقد يورث شبهة. فأي عقد، أي عقد أقامه على أي امرأة وكان العقد باطلا يورث شبهة، هذه الشبهة تسقط الحد فقط، تسقط الحد ولا تسقط الإثم، فهو آثم وإثمه وجرمه كبير. قال وبإكراه، يعني لا يجب الحد. مولانا بعد إذن حضرتك. تفضل. في مسألة وبالزنا بالمستأجرة،
هل في يوجد تفريق بأنه استأجرها للزنا أو استأجرها لشيء غير الزنا؟ لا طبعا، لا قرأت في القرآن. لا الاستئجار هنا للزنا فقط حصرا، نعم، استأجرها، يعني لو استأجرها لشيء آخر. لو استأجرها استأجر مثلا امرأة لتنظف بيته نعم فزنى بها، هذا زنا يعتبر، يوجب الحد. هو الآن استأجرها ليزني بها، يفعل بها المنكر. جزاكم الله خير. أكرمكم الله. قال وبإكراه وبإقرار إن أنكره الآخر، وبإقرار إن أنكره الآخر، يعني زيد وهند فعلا الفعل المنكر، هذا الفعل المنكر. نعم، زيد اعترف بأنه فعل الفاحشة بفلانة، ولكنها أنكرت، ولكنها أنكرت، لا يجب عليها الحد، لا يجب عليها الحد، هي أنكرت ولكن هو أقر، فيجب عليه الحد هو. نعم. قال وبإقرار إن أنكره الآخر، وبإقرار إن أنكره الآخر. وبالإكراه مولانا قرأنا، قلنا الإكراه لا يجب الحد بالزنا بالإكراه. قال ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة، لزمه الحد. ولو من زنى بأمة فقتلها، المراد بالقتل هنا أنه قتلها بفعل الزنا، قتلها بفعل الزنا، يعني لعلها كانت لا تطيق الوطأة، أو زنى بها بطريقة ما. المهم فماتت بسبب الوطأ، ماتت بسبب الوطأ، لزمه الحد والقيمة، يقام عليه الحد ويجب عليه قيمة الأمة، قيمة الأمة، لأنه جنى جنايتين، فكل جناية تعطى حكمها. فبالفعل المنكر يقام عليه الحد، والقيمة بسبب القتل. قال والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال لا بالحد، يعني الخليفة شرب الخمر أو زنى أو قذف، نعم، لا يقام عليه الحد. إذا شرب خمرا أو قذف أو زنى لا يقام عليه الحد. ليه؟ قال لأن الحدود هي حق الله عز وجل وهو الموكل بإقامتها، فكيف يقيم الحد على نفسه؟ فلذلك لا تقام عليه الحدود، ولكن يؤخذ بالقصاص. فإذا قتل زيدا يقتل، إذا أخذ أموال الناس، سرق مالا تقطع يده، أو لا، قطع اليد حد، قطع اليد حد، لو سرق أموال يطالب بها ويحبس بسببها إلى غير ذلك. أما الحدود لا تقام عليه، لأن الحدود حق الله وهو الموكل بإقامة هذه الحدود، فكيف يقيم الحد على نفسه؟ قال باب الشهادة على الزنا. مولانا، نعم، أحيانا بعض الجهال مولانا يتخذ هذه المسائل ذريعة لعدم الإنكار على الحكام، مثلا في مسائل مثلا لو سرق أو كذا أو كذا أو كذا، فما العمل في توصيل هذه المسألة للناس؟ أعد السؤال معلش. بعض الناس يعني يقول ولو زنى الإمام أو سرق الإمام لا يجوز الإنكار عليه ولا يجوز كذا وكذا. لا، في فرق، انتبه، هناك فرق بين الإنكار وبين إقامة الحد. هذا الذي يقول لا يجوز الإنكار على الإمام إن زنى أو سرق، هذا ناعق، أو هذا نعل ينتعله الظلمة، هذا لا يلتفت إليه أبدا. هناك فرق، لابد أن نفرق، عندما يأتي الإمام
بمنكر يجب على الجميع أن ينكروا هذا المنكر. هناك فرق كبير بين إنكار المنكر والخروج على الإمام، الخروج عن طاعة الإمام فرق كبير. أنا عندما أنكر على الإمام فعلا مشينا، أو أقول أخطأ أو فعل، هذا لا علاقة له بالخروج عن طاعة الإمام، لأن إنكار المنكر واجب على كل مسلم، إنكار المنكر واجب على كل مسلم. أما أن نقول بأن الإمام إذا فعل منكرا لا يجوز الإنكار عليه، من أين أتى هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يجوز، هذا الكلام فيه يعني يخشى على قائله، هذا يخشى على قائله تماما. هذا عالم ربي في بيت السلطان، هذا عالم ربي في بيت السلطان وعلى مائدة السلطان فيقول ما يقوله السلطان، هذا لا يجوز. ولكن لابد أن نفرق، لابد أن نفرق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتضي الخروج على طاعة الإمام، الخروج على طاعة الإمام لا يجوز، غير مأذون به، غير مسموح. الإمام العدل، الإمام الحق، الإمام الحق لا يجوز الخروج على طاعته. هذا يعني لا ينبغي، لا ينبغي لا سيما في هذا الزمان أن يختلف فيه. الإمام الحق والإمام العدل لا يجوز الخروج على طاعته، ولكن إن أتى بمنكر لا بد أن ننكر عليه. مولانا، هل لو أتى بهذه الأفعال مثلا يكون عدلا أم يكون عاصيا؟ يكون إيه؟ عاصي. هل تسقط عدالة الإمام بفعل هذه المنكرات أم يكون عاصيا؟ هلا بقطع النظر عن الإمام، كل من زنى، كل من زنى تسقط عدالته، هذا يشمل. فلا يكون إماما عدلا. لا انتبه، لا ينعزل عندنا، لا 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 لا، عند أهل السنة والجماعة لا ينعزل الإمام بالمعصية، عند أهل السنة والجماعة لا ينعزل الإمام بالمعصية. واضح؟ واضح. مولانا، العدالة شرط من شروط توليته، ولكنه إن أتى بمنكر بعد ذلك لا ينعزل، يبقى إماما. قال: باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها. قال: شهدوا بحد متقادم، شهدوا بحد متقادم سوى حد القذف، شهدوا بحد متقادم، نعم، سوى حد القذف. قال: لم يحد وضمن السرقة، وضمن السرقة، يعني أسباب الحد كثيرة: الزنا، السرقة، شرب الخمر، نعم. شهد الشهود بسبب من أسباب الحد، شهدوا بأن فلان زنى، نعم، أو أنه سرق. فقال: شهدوا بحد متقادم. إذا هنا شهدوا بحد، إيش يعني بحد؟ يعني بسبب حد، شهدوا بسبب حد من الحدود. ولكن هذا السبب قديم، هذا السبب قديم، يعني من شهرين، من ثلاثة، من سنة، نعم. فهذا الحد الآن، هذا الحد قال يسقط الحد. الأصل كما قال الفقهاء أن الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى، الحدود الخالصة لله عز وجل، الأصل فيها أنها تبطل بالتقادم، مثل حد شرب الخمر، هذا حد خالص لله تعالى، يعني ليس فيه حق للعبد، ليس فيه حق للعبد. أما بالنسبة للقذف فيه حق للعبد، فيه حق للعبد. فالحدود الخالصة لله تعالى قالوا تبطل بالتقادم.
كيف لماذا تبطل بالتقادم؟ قال انتبه لماذا تبطل بالتقادم؟ قال لأن هذا الذي رأى واقعة الزنا أو رأى واقعة شرب الخمر، رأى شاهد واقعة شرب الخمر، هو الآن مخير بين حسبتين أو بين طاعتين أو بين فعلين، بين فعلين، إما أن يشهد وإما أن يستر، إما أن يشهد وإما أن يستر. قال الآن أخر ما قال يقول شاهدوا بحد متقادم، فالآن هذا الرائي الذي شهد الواقعة تأخر ولم يشهد مباشرة، فهذا التأخير الصادر من الشاهد إن كان سببه أنه اختار أن يستر على هذا المجرم هذا الزاني، فالإقدام بعد ذلك على أداء الشهادة فهذا إنما يكون لإيش؟ لعداوة ظهرت أو لضغينة حصلت، فلذلك لا يلتفت الإمام إلى هذه الشهادة. طيب قد يكون أخر الشهادة، لماذا أخرها؟ قال لا ليستر عليه. طيب لماذا أخرتها؟ قال لا لشيء. قال يصير فاسقا بتأخير الشهادة، فاسقا آثما بتأخير الشهادة، فلذلك يبطل يسقط الحد، يسقط الحد إذا تأخر الشهود لغير عذر، طبعا لغير عذر تسقط تبطل شهادتهم ويسقط الحد، بخلاف حد القذف لا يسقط بالتقادم. لماذا؟ لأنه قلنا نحن الذي يسقط بالتقادم ما هو؟ أو الأصل قلنا الحدود الخالصة لله تعالى هي التي تبطل، هي التي تبطل بالتقادم، والقذف حد القذف لا يسقط ولا يبطل بالتقادم لأن فيه حق العباد، لأن فيه حق العباد، فلذلك لا يسقط بالتقادم. قلنا شاهد بحد متقادم، قلنا هذا التقادم هذا التأخير متى يسقط؟ إذا تأخروا بدون عذر، أما إذا منعهم عن ذلك عن الإسراع أو منعهم عن أداء الشهادة بوقتها مانع عذر كأن يكونوا بعيدين عن الإمام، بعيدين عن الإمام، قال هذا العذر لا يسقط حد، لا يسقط الحد، هذا العذر لا يمنع من الحد، لا يمنع من الحد. قال شهد بحد متقادم سوى حد القذف لم يحد، لم يحد وضمن السرقة. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. مولانا نعم، هل 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 حد يعني وقتا للتقادم؟ هل هذا فيه خلاف بالنسبة للتقادم؟ فيه خلاف بين الصاحبين وبين أبي حنيفة رحمه الله. الصاحبان أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد جعلوا حد التقادم شهرا، أما سيد أبو حنيفة رحمه الله لم يقدره بشيء كما هي عادته في ذلك، كما هي يعني هو عادة إمام أبي حنيفة رحمه الله أن المقدرات تحتاج إلى نص، تحتاج إلى نص، فلم يقدره بشيء وفوض الأمر إلى رأي القاضي، إلى رأي القاضي، فالقاضي هو الذي يحدد هذه الفترة متقادمة أو غير متقادمة. أما الصاحبان فقد حداها بشهر، قالوا التقدم حده شهر ليس أكثر من ذلك، والله أعلم. قال وضمن السرقة، من الذي ضمن السرقة؟ المشهود عليه، المشهود هي لا تقبل شهادتهم في إقامة الحد، يعني لا تقطع يده، لا تقطع يده، ولكن شهادتهم تقبل في حق المال، تضمن في حق المال، لأنه في السرقة في عندنا حقان، عندنا المال وعندنا القطع، فالآن القطع هو حد الله، حق الله سقط بالتقادم، والمال قال لا يسقط بالتقادم،
بتقادم الشهادة، فيجب يضمن المال، يضمن المال. لذلك قال وضمن السرقة، يعني ضمن المشهود عليه المال المسروق، المال المسروق. قال ولو أثبت زناه بغائبة حدة، لأن هنا الحد أحبابنا ثبت بحجة، أربعة شهود، أربع شهود، فيجب أن يقام عليه الحد، وهي غائبة، المزني بها غائبة، المزني بها غائبة. قال لا، لا يشترط وجودها، لا يشترط وجودها. نعم. وكذلك كذلك لأن قال ولو أثبتوا زناه بغائبة، أربعة شهود شهدوا أنه زنى بفلانة في المكان الفلاني، فلانة بن فلان بالساعة الفلانية في اليوم الفلاني، وكما مر معنا في درس سابق الأربعة تكلموا نفس الكلام، قال يقام عليه الحد. وكذلك يقام عليه الحد لو أنه أقر بأنه زنى بامرأة غائبة، كذلك يقام عليه الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية ورجم ماعزا أيضا لما أقر كل واحد منهما بزنا بغائب، ما حدد ماعز المرأة التي زنى بها، وكذلك الغامدية ما حددت الشخص الذي زنى بها، والنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على كل واحد منهما. قال ولو أثبت الزنا بغائبة حدة، قال بخلاف السرقة، بخلاف ما إذا شهدوا عليه أنه سرق مالا من فلان الغائب، شهدوا عليه بأنه سرق مالا من فلان الغائب، قال لا يقام عليه حد السرقة، لا يقام عليه حد السرقة. نعم. ليه؟ قال لأن غيبة المسروق منه، غيبة المسروق منه تمنع شرط إقامة الحد، لأن من شرط إقامة الحد في السرقة وجود الدعوة. أعيد فأقول غيبة المسروق منه لو شهدوا على زيد بأنه سرق مالا من فلان الغائب، نعم، قال لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. لماذا؟ قال لأن غيبة المسروق منه تمنع وجود شرط إقامة حد السرقة، وما هو شرط إقامة حد السرقة؟ وجود الدعوة، أن يدعي صاحب المال، أن يدعي صاحب المال، نعم، والآن غير موجود، فلذلك لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. ووجود الدعوة أحبابنا هي شرط في السرقة فقط، وجود الدعوة هي شرط في السرقة دون الزنا، دون الزنا. واضح الكلام أحبابنا؟ قال ولو قال ولو أقر بالزنا بمجهولة حدة، قال بخلاف السرقة ولو أثبت زناه بغائبة حدة، بخلاف السرقة يعني أثبت أنه سرق من مال فلان الغائب لا يقام عليه حد السرقة. قال ولو أقر بالزنا بمجهولة حدة، كما قلنا، كما لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قام الحد على ماعز ولم الذي أقر بالزنا ولم يذكر المزنية المرأة التي زنى بها، نعم، ولو أقر بالزنا بمجهولة حدة، نعم. قال وإن شهدوا بذلك لا، يعني شهدوا عليه، شهد أربعة شهود أنه زنى بامرأة مجهولة لا يعرفونها، قال لا يقام الحد، لا يقام الحد. قال رأيناه يزني بامرأة نحن لا نعرفها. طيب وما أدراكم أنه يزني؟ لعلها أمته،
لعلها امرأته، بل الظاهر أنها أمته أو امرأته، لأن المسلم لا يزني، المسلم لا يأتي ب... لا ي... الأصل فيه يعني لا يأتي بفاحشة، لا يأتي بفاحشة، لذلك لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد إذا شهدوا عليه. لذلك مر معنا سابقا أنه أن القاضي يسألهم عن المزني بها، عن اسمها، عن هل يعرفونها، كي يتحرى لعلها أمته، لعلها زوجته إلى آخره. قال وإن شهدوا بذلك، يعني شهدوا بأنه زنى بامرأة مجهولة، لا يقام الحد. قال كاختلافهم في طوعها، كاختلافهم في طوعها أو في البلد، ولو على كل زنا أربعة. هنا كاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كل زنا أربعة. هذا الكلام يعني فيه بيان، كما قال شراح الكنز، فيه بيان لمسألتين، فيه بيان لمسألتين لا يقام الحد أو الحد فيهما. قوله كاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كل زنا أربعة. قال شراح الكنز هذه المسألة أو هذا الكلام فيه بيان لمسألتين لا يقام الحد فيهما. المسألة الأولى، لو اختلف الشهود، أربع شهود اختلفوا، هل المرأة هي مطاوعة للزاني أو غير مطاوعة؟ اثنان قالوا استكرهها، وضع السلاح في رأسها وزنى بها وهي مكرهة، واثنان قالا هي مطاوعة له، هي مطاوعة له، قال لا يقام الحد على الزاني والزانية، لا يقام الحد عليهما، وهو قول الإمام، هذا قول سيد أبي حنيفة. إذن كاختلافهم في طوعها، يعني اختلف الشهود، هل اثنان قالا بأنها كانت مطاوعة، واثنان قالا كانت مستكرهة أو مكرهة، كانت مكرهة أكرها، قال لا يقام الحد عليهما. المسألة الثانية، اختلفوا في البلد الذي وقعت فيه الفاحشة، اثنان شهدا أنه فعل هذا الفعل المنكر مثلا في دمشق، واثنان آخران قالوا أنه فعله ببغداد مثلا، قال فلا يقام عليهما الحد، لا يقام عليهما الحد. ليه؟ قال لأن المشهود به الذي هو فعل الزنا يختلف باختلاف المكان، يختلف باختلاف المكان، فلم انتبهوا أحبابنا، المشهود به وهو الفعل يختلف باختلاف المكان، ولم يتم على كل فعل أربعة شهود. ما قلنا الفعل المشهود به يختلف باختلاف ماذا؟ واحد قال، اثنان قالوا بدمشق، الفعل الذي بدمشق ينبغي أن يكون له أربعة، والفعل الذي ببغداد ينبغي أن يكون له أربعة، والفعل يختلف باختلاف المكان، فلم يتم نصاب الشهادة على كل فعل من هذه الأفعال. واضح الكلام أحبابنا؟ لذلك قال كاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كل زنا أربعة، أربعة شهود، لا يقام الحد على الفاعل والمفعول به. في سؤال أحبابنا؟ لا يوجد سؤال. طيب قال وتب سؤال الآن، هل يقام على الشهود الحد أم لا يقام عليهم الحد؟ قالوا لا يقام الحد على الشهود، لا يقام الحد على الشهود. قال ولو اختلفوا في بيت واحد، اختلفوا الآن في هذه الفاحشة، أحدهم قال فعلها هنا،
في هذه الزاوية، والثاني قال لا في هذه الزاوية، قال أخذ الله في بيت واحد، ولكن اختلفوا في أي في المكان هنا. قال ولو اختلفوا في بيت واحد قال حد الرجل والمرأة، حد الرجل والمرأة. ليه؟ قال لأن هذا الفعل هو شيء القياس أنه لا يجب الحد، القياس أنه لا يجب الحد. ليه؟ لاختلاف المكان، وقلنا اختلاف يعني الاختلاف المكان يوجب اختلاف الفعل، يوجب اختلاف الفعل، فهنا الآن اختلف المكان. ولكن قالوا في البيت الواحد يعني قد يفعل الإنسان الفاحشة يعني يبتدئ به في زاوية من البيت يعني ثم ينتهي بالفعل في مكان آخر، لأن هذا يجري عادة. قال ولو شهدوا على زنا امرأة وهي بكر، شهدوا على زنا امرأة وهي بكر، أو الشهود فسقة، أو شهدوا على شهادة أربعة، شهدوا على شهادة أربعة، وإن شهد الأصول أيضا ما الحكم؟ قال لم يحد أحد. معنى هذا الكلام أحبابنا ولو شهدوا على زنا امرأة وهي بكر، أو الشهود فسقة، أو شهدوا على شهادة أربعة، وإن شهد الأصول أيضا لم يحد أحد. يعني لم يحد أحد، يعني الزانيان لا يحدان، وكذلك الشهود لا يقام عليهم الحد، كذلك الشهود لا يقام عليهم الحد. طيب صور هذه المسألة يا أحبابنا، لابد من بيان صور هذه المسائل. الصورة الأولى قال الشيخ الله، قال ولو شهدوا على زنا امرأة وهي بكر، قالوا فلان زنى بفلانة، فأتى النساء وقالت لهم لا أنا بكر، وما زنى وما فعل وما وقع بهذه الفاحشة، أتى النساء ففحصوها فوجدوها بكرا، قال لا يجب الحد. ليه؟ قال لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة، فلذلك لا يقام الحد عليهما على الزاني والزانية لظهور الكذب، كذب الشهود. طيب الآن قال الشيخ لم يحد أحد، إذن يجب الآن أن يقام الحد على الشهود. قال لا يقام الحد على الشهود. ليه؟ قال لأن الحد الآن انتبه، حد القذف الآن بقول من ثبت بقول من؟ بقول النساء اللواتي أثبتن بكارة المرأة، وبالتالي يكون حد القذف ثبت بقول النساء، والحدود لا تثبت بقول النساء، لذلك لا يقام عليهم حد القذف. فهمنا أحبابنا دقة المسألة كيف صارت؟ هذه المسألة الأولى. قال تفضل. لو تمت بإعادتها الآن، رجل وامرأة شهد أربعة أشخاص أن زيد زنى بهند، أنكر زيد وأنكرت هند وقالت أنا بكر، فجاءت النساء وفحصت المرأة فثبت أنها بكر وليست ثيبا، فظهر بكون المرأة بكرا كذب الشهود الأربعة، فلا يقام الحد لا على زيد ولا على هند لأنه ثبت براءتهما. طيب الآن ثبت كذب الشهود الأربعة فيجب أن يقام عليهم الحد، والشيخ النسفي قال لا يقام عليهم الحد. لماذا لا يقام عليهم الحد؟ لأن هذا يسمى حد القذف، حد القذف. من الذي أثبت حد القذف؟ أثبت حد القذف النساء اللواتي شهدنا ببكارة المرأة، فيكون حد القذف قد ثبت بشهادة النساء،
والحدود لا تثبت بقول النساء. تمام مولانا؟ جزاكم الله خيرا. يعني شهادة النساء، انتبه أحبابنا، شهادة النساء حجة في إسقاط الحد، وليست حجة في إثباته. شهادة النساء أسقطت حد الزنا، ولكنها لا توجب حدا، لا توجب حدا. مولانا في سؤال. تفضل. ماذا مولانا لو لم يكن هناك نساء والقاضي أمر طبيب من الأطباء؟ لا يجوز، لا يجوز، لا، لا. كيف ما في نساء يا سيد؟ يعني خلت الدنيا عن النساء؟ خلت يعني الدنيا؟ في مستشفى مثلا لا يجوز، لا يجوز يا أخي، لا يجوز. ما دام القاضي لا يجوز له أن يفعل ذلك. لا تخلو الدنيا من النساء، يعني كيف لا يوجد نساء؟ خلت الدنيا؟ لا يصح هذا. ماشي مولانا، في سؤال تاني. فضل. لو قالت الممرضات أو القابلات أن غشاء هذه البنت لا يلتفت، لا يلتفت لقولهن، غشاء مطاطي، لا يلتفت لقولهن، لأن هذا حالة نادرة، هذه حالة نادرة. ويضاف إلى ذلك أنه لا يعرف، انتبه، لا يعرف الغشاء بأنه مطاطي إلا بالوطأ، بالتشخيص لا يعرف. يعني يأتي الرجل فيقول أنا وطئت هذه المرأة ولم أرى ما يراه واطئ البكر، فتفحصها المرأة فتقول لا، هذا الغشاء موجود وغشاؤها مطاطي. لا يعرف إلا بالتشخيص، يعني إلا بالوطأ، بالتشخيص لا يظهر. عرفت؟ نعم. والزاني هنا قد أنكر، الزاني أنكر الزنا. مولانا طب في سؤال، يعني في موضوع برضو التشخيص، يعني أي تشخيص من أي ممرض، يعني مثلا لو واحد اعتدى على امرأة ويعني فحصوها بالجهاز بالأجهزة الطبية، هل لا يعتد بها أيضا؟ يعني لا 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 لا، لا. ليس هذا، ليس هذا مولانا. إحنا عندنا مسائل دقيقة، الحدود تدرأ بالشبهات، أدنى شبهة تدرأ الحد، أدنى شبهة تدرأ الحد. فإذا وجدت الشبهة درئ حد الزنا، درئ حد الزنا. قال المسألة الثانية، لو كان الشهود فسقة، صحيح. قال أو الشهود فسقة، يعني شهد أربعة شهود فسقة على أن فلانا وفلانة قد زنيا ورأيناهما يزنيان، ما الحكم؟ قال ما في حد، يسقط الحد، يسقط الحد. ليه؟ لأن الشهادة، الحدود هنا الآن، الشهادة بالحدود يشترط لقبول الشهادة العدالة، وهؤلاء فسقة، وهؤلاء فسقة. إيه نعم. فلذلك لا يقام الحد، لا يقام الحد على الزاني والزانية. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة، قال أو شهدوا على شهادة أربعة، شهدوا على شهادة أربعة، وإن شهد الأصول أيضا، أو شهدوا على شهادة أربعة، يعني لو شهد الشهود على شهادة أربع، يعني في أربعة أناس شهدوا واقعة الزنا، ثم أتى هؤلاء الأربعة كل واحد أشهد واحدا، قال اشهد أنت عند القاضي بأنني أنا رأيت فلانا وفلانة يزنيان، تمام. فشهد أربعة على شهادة أربعة عند القاضي، عند القاضي، قال لا يقام الحد، لا يقام الحد. ليه؟ قال لأن الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود. ليه؟ قال لأنها تورث شبهة قوية، لاحتمال أن يكون الأصول كاذبين
والاحتمال أن يكون الفروع كاذبين. فلذلك لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، لا تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود. قال ولو كانوا عميانا، لو كان الشهود عميانا أو محدودين أو ثلاثة، أو كان الشهود في الزنا ثلاثة حد الشهود للمشهود عليه. لو كان الشهود عميانا أو محدودين في قذف، أو كان الشهود الذين شهدوا بالزنا كانوا ثلاثة، قال يحد الشهود، يقام عليهم حد القذف، يقام عليهم حد القذف. وأما المشهود عليه فلا يقام عليه الحد، لأن البينة غير ثابتة، البينة غير ثابتة فلا يقام عليه الحد. قال ولو حد فوجد أحدهم عبدا أو محدودا، شهد أربعة على زنا زيد فأقمنا عليه حدا، فأقمنا عليه الحد، فبعد ذلك وجدنا واحدا منهم أنه عبد أو كان محدودا في قذف، قال حدوا جحدوا جميعا. ليه؟ قال لأن الشهود الآن ثلاثة وليسوا أربعة، الشهود ثلاثة وليسوا أربعة. قال وأرش ضربه هدر، الآن ضربه وأقيم عليه الحد، قال فهذا الأرش، أرش ضربه هدر، يعني لا يقابله مال ولا يقابله شيء. قال وإن رجم، كان متزوجا وشهد الأربعة على أنه زنى فرجم فمات، ثم ظهر أن واحدا منهم عبد أو أنه محدود في قذف فرجم، قال وإن رجم فديته على بيت المال، فديته على بيت المال. إنعم، فليس عليهم، إنعم، ديته على بيت المال. قالوا إن رجم، أما لو كما قال أرش ضربه، قال هدر، يعني هذا لما ضرب بالسياط إنعام، قالوا ليس على الشهود ولا على بيت المال، وهذا عند سيد أبي حنيفة. أما الصاحبان فقال فيما أذكر أنهما ضمنا أن يرجعا عليه على الشهود، يرجعا على الشهود، والله أعلم. قالوا إن رجم فديته على بيت المال. قال ولو رجع أحد الأربعة بعد الرجم، ولو رجع أحد الأربعة بعد الرجم، قال حد هذا الذي رجع يقام عليه الحد، وغرم ربع الدية، غرم ربع الدية، إذن هو يحد لأنه لما رجع، لما رجع انقلبت الشهادة إلى قذف، وكذلك كلما رجع واحد منهم يقام عليه الحد ويغرم ربع الدية، ويغرم ربع الدية. قال ولو رجع أحد الأربعة بعد الرجم حد وغرم ربع الدية. قال وقبله لو رجع واحد من الشهود قبل الرجم، قبل الرجم يحد الجميع، يحد الجميع، لأنه ثبت أنه قذف ولا يقام الحد على المشهود عليه لأنه ثبتت براءته. قال ولو رجع أحد الأربعة بعد الرجم حد وغرم ربع الدية، وقبله لو رجع واحد قبل حد الرجم حد جميعا ولا رجم على المشهود عليه. قال ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه، لو كان الشهود الآن خمسة فرجم بشهادة الخمسة، فرجع واحد منهم، قال لا شيء على الراجع
لا من الضمان ولا يقام عليه حد، لأن الباقي أربعة وتقوم بهم الحجة، يعني تقوم بهم الحجة. قال ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه. فإن رجع آخر الآن، فإن رجع الآن آخر حدا، أيوة، لأن الرجمة أو ليس الرجم، لأن القضاء بالرجم، أن الرجم قد تم وانتهى، الرجم قد رجم الإنسان، رجم قد، لأن القضاء بالرجم قد انفسخ في حق الاثنين الذين رجعا، فلذلك قال فإن رجع آخر حدا، الخامس والذي رجع بعده حدا، وغرما ربع الدية، غرما ربع الدية. قال فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية. قال وضمن المزكون الذين زكوا الذين زكوا الشهود. قال وضمن المزكون دية المرجوم إن ظهروا عبيدا، تمام، إن إذا شهد أربعة، شهد أربعة على زنا زيد فرجم، وزكى المزكون هؤلاء الشهود الأربعة، ورجم الزاني المتهم، ثم ظهر أن الشهود عبيد، قال ضمن المزكون الدية، يضمنها المزكون. كما لو قتل من أمر برجمه، كما لو قتل، لو كما لو قتل، ينبغي أن تكون هذه، لا، كما لو قتل وليس قتل، كما لو قتل من أمر برجمه، يعني إنسان شهد أربعة على أنه شهد أربعة على أنه على أن زيد زاني، فجاء فلان فقتله قبل أن يقام عليه حد الرجم، وبعدما أقيم عليه حد، وبعدما قتله، بعدما قتله ظهر أن الشهود عبيد، من الذي يضمن؟ القاتل وليس المزكون، واضح إن شاء الله. كما لو قتل من أمر برجمه، يعني أمر القاضي برجم زيد، فهذا الذي أمر برجمه جاء شخص فقتله، قتله إلى، فعندها تجب عليه إنعام الدية. قال وإن رجم، وإن رجم، نعم، فإذا يعني المزكون هنا مولانا لو كان هم زكوا، يعني ظهر إن في بعض الشهود عبيد والبعض الآخر غير عبيد، يضمنون الدية كاملة، النصف الدية أو ربع الدية؟ لا، هم الذين زكوا الجميع، زكوا الجميع، إذا ظهر أن عبد، أن واحدا عبد، أن الواحد عبد، يضمنون ربع الدية والباقي على الشهود الثلاثة، كما لو رجع واحد، يعني هذا الذي ظهر أنه عبد هو بمثابة أنه رجع، ولكن العبد لا يضمن شيء، فمن الذي يضمن؟ المزكي. فإذا رجب، فإن ظهر أن واحدا عبد يضمن المزكون ربع الدية، والثلاثة الباقون يضمنون الباقي إن رجعوا. كيف؟ إن رجعوا عن الشهادة أم يضمنون يعني أيضا، يعني حتى وإن لم يرجعوا؟ لا، يحد الثلاثة، صار يحد الثلاثة، صار يحد الثلاثة، نعم، لأن الآن البينة الآن سقطت البينة الآن. قال
وإن رجم فوجدوا عبيدا. قال وإن رجم فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال. وإن رجم فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال، يعني أمر الإمام برجم المشهود. هذه الآن تابعة للتي قبلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله الجاهل إذا عمل بالتحقيق مصيبة. نقرأ المسألة من أولها. كما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلك، هذه فهمناها. قال وإن رجم، وإن رجم فوجدوا عبيدا، يعني أمر الإمام قال وإن رجم فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال، يعني أمر الإمام برجم المشهود عليه. وبعدما رجم وجد الشهود عبيدا، قال فديته في بيت المال، فتكون ديته في بيت المال. إيه قال يعني لا يوجد مزكون هنا، هنا لا يوجد مزكون. العهدة الأولى، في الأولى وجد المزكون فيضمنون، ولو قال شهود الزنا، الآن هذه مسألة هامة الآن، ولو قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت شهادتهم، لأنه يعني بالأصل النظر لعورات الآخرين لا يجوز، حرام، والذي ينظر إلى عورات الناس هذا فاسق، هذا فاسق. فقال ولو قال الشهود، شهود الزنا تعمدنا النظر، تعمدنا النظر، قال قبلت شهادتهم. لماذا؟ قال لأن هذا النظر، النظر يباح، يباح النظر نعم إلى الفرج هنا ضرورة تحمل الشهادة، ضرورة تحمل الشهادة. قال فأشبه الطبيب، أشبه الختان، أشبه المرأة عندما تبحث عن بكارة المرأة. فهناك مواضع يجوز النظر فيه إلى الفرج، وهذا تحمل الشهادة من المواضع التي يباح النظر فيها إلى الفرج. قال فتقبل شهادتهم ولا يكون فسقة بذلك، لا يكون فسقة. انتبه، قال تعمدنا النظر، تعمدنا النظر من أجل أن يتحملوا الشهادة. أما لو قالوا تعمدنا النظر لنتلذذ بالنظر لهذه الواقعة، قال لا تقبل شهادتهم لأنهم فسقة. فإذا تعمل النية عملها في هذا الأمر. ولو قال، ولو قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت شهادتهم. قال ولو أنكر الإحصان، ولو أنكر الإحصان إيه نعم، فشهد عليه رجل وامرأتان، فشهد عليه يعني المشهود عليه أنكر أنه محصن، فشهد عليه رجل وامرأتان، يعني قال أقاب البينة عليه بأنه زاني، ولكن قال أنا لست متزوجا، أنا أعزب، فلا يقام عليه حد الرجل، يقام عليه حد الجلد. فأنكر المشهود عليه الإحصان. قال فشهد عليه رجل وامرأتان، شهد عليه رجل وامرأتان بأنه متزوج وأنه محصن، أو ولدت زوجته منه، أو ولدت زوجته منه، ما الحكم؟ قال يقام عليه حد الرجل، يقام عليه حد الرجم. مولانا شرط الإحصان أنه تزوج ويبقى متزوجا، أو حتى لو طلق؟ لا لا، لو وطئ وطأة واحدة، وطئ وطلق صار محصنا، لا يشترط بقاء الزواج،
لا يشترط بقاء الزواج، فإذا تزوج ووطئ وطأة واحدة صار محصنا. ثم قال باب حد الشرب، شرب الخمر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.